مظبوط، بالرغم من انه محطات كتير استلمت بنزين وفتحت ابوابها وعم توزع للسيارات، بعد عم نشوف في طوابير. بعوده الطوابير رح تبقى، لانه اول شيء قسم كبير من الواقفين بالطوابير هودي عم بيتاجروا بالسوق السوداء، عم يشوفون كل اصحاب المحطات عم بيشوفون، حتى اللي بيوقفوا بالطوابير بيشوفوا، هن زيتهم بيجوا كل يوم كل يوم، كانوا بيقدر يقطع مرتين بالنهار ما عم بيقصر، طب وين بيروحوا بالبنزين؟ هيدا جزء، وهيدا نحن اول شيء بنتشكر الاجهزه الامنيه كلها سوا على الشغل اللي عم تعمله وعلى المداهمات واللي عم تعملها، بس بنفس الوقت في قصه تجاره السوق السوداء بدها مكافحه، هي عم بتغذي هالطوابير كذا سوا، عم تضل تخلي الناس اللي هن بحاجه عن جد للبنزين ليروحوا على اشغالهم لحتى يتحركوا يوقفوا 3 ساعات واربع ساعات وخمس ساعات بس بالصف، لانه في تجار السوق السوداء واقفين بيناتهم عم بيأخرون. نفس الوقت انا بدي اتمنى على 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 دوريات الاجهزه الامنيه، الطريقه اللي بنفوت فيها على المحطه وبنقول بيعوا كل المخزون طريقه غلط، هيدي الطريقه عم بتغذي السوق السوداء بدون اراده، بعرف انه مش قصدهم هيدا الموضوع، بس بدون اراده عم نغذي السوق السوداء، وصاحب المحطه عم يضطر يطلع من كل مخزونه وعم ببيعه. عم واحد اللي عم بيتاجروا بالسوق السوداء عم يطلع من كميات اكثر، نفس الوقت زبونات هيدي المحطه تاني نهار وثالث نهار رابع نهار ما راح يطلع لهم بضاعه، لانه المحطه ما بيجيها كل يوم بنزين، بيجيها مره او مرتين بالاسبوع ماكسيموم 3 مرات. طب الايام اللي ما عم بيجيها فيها شو بتعمل؟ بتسكر، بيكون عندها امبولانسات، بيكون عندها فانات شركات بتوزع شيء ادويه شيء 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 ربطات خبز شيء ما بعرف، بس في زباين عمرها 20 30 سنه مع المحطه ما عم تضطر تنقطع ويقولوا روح دبري راسي. مشان هيك صاحب المحطة بيدير مخزونه، المحطة اللي عم بتوزع كل يوم مفروض نشد على ايدها، لأنها عم بتأمن بضاعة للمواطنين كل يوم، نترك صاحب المحطة يدير مخزونه مثل ما هو مثل ليقدر يأمن كل المواطنين قد يأمن زباينه.